طيب تعالى بقى نرجع لورا خالص، حبيت الكورة أصلا إزاي؟ لا أو البداية نفسها جت حب إزاي؟ الكورة ده يعني بحسه أوقات كتير جدا إن هو الطبيعي بتاع الطفل، إن هو أول حاجة بيتفرج عليها الملعب في التلفزيون، حتى لما يجي مباراة الألوان بتشد الأطفال الصغيرين بشكل كبير جدا. أول حاجة بتشوطيها بإيدك برجلك بأي حاجة بتبقى كورة، فطبيعي ان ده يعني الحاجه اللي الواحد زي ما بيقولوا على الفطره كده بيطلع يلاقيها، هي اللي بتتشاط، هي اللي موجوده في البيت بشكل كبير. يعني حبيت الكوره، بعد كده بدات اتفرج، بدات اشاهد، انما طبعا المشاهده مش كافيه ان انت تطلعي لعيب الكوره او تطلعي موهوبه في الكوره. كنت بجرب العب مع اصحابي كده، ف يعني ناس كتير شافت ان انا عندي موهبه، بابا برضو شاف ان انا عندي موهبه، فابتدى يعني ابتديت اروح. اول حاجه جوز خالتي كمان راجل يعني كابتن محمود موافي، من الناس اللي ليها خير وفضل كبير جدا عليا، لان هو اللي تبناني بقى في الكوره، لان هو مدرب كوره كبير طبعا وراجل اسم كبير في قطاعات الناشئين والبراعم والكره المصريه يعني. فابتدى ياخد من ايدي ويمرني، بقيت اتمرن في نادي الجلاء طبعا القوات المسلحة في الأول، وبعد كده لعبت في نادي الجيش بمسماه اللي هو نادي الجلاء، بس بقى مسماه نادي الجيش سنة 95، وبعد كده انتقلت للنادي الأهلي سنة 96-97. طيب يعني انتقالك بقى للنادي الأهلي في أول أيام، أول أيام وجودك في نادي الأهلي، أكيد النادي الأهلي ليه روح غير وطابع غير، يعني مش عايز أكون ببالغ لو قلت إنه الأهلي ممكن يكون أشبه بمية النيل، يعني بيلبس قميص النادي الأهلي صعب قوي إن هو يبقى عنده حلم أو يعني ما يبقاش يعني يتخلى عن حلمه. شفت الوضع إزاي أول ما دخلت وإحساسك كان عامل إزاي؟ لا بصي، أنا كنت يعني كنت حاسس بلعيبة النادي الأهلي وبالكاريزما بتاعت لعيبة النادي الأهلي وبالإيمج اللي فيه لعيبة النادي الأهلي، لأن أنا كنت بنضم لمنتخب الناشئين من خلال تواجدي في نادي الجيش، يعني ما انضمتش من النادي الأهلي، فانضميت في نادي الجيش، فكنت شايف، وكان كل لعيبة النادي الأهلي صحابي ولعيبة الزمالك برضو، فكنت شايف الناديين دول ناديين كبار قوي، واللعيبة بتاعتهم حتى من هم في قطاعات الناشئين إنما معمول لهم برستيج مختلف شوية. ده لا يمنع طبعا ان كل الانديه فوق الدماغ وكل اللعيبه محترمه، انما في الاخر اهلي وزمالك بيبقى لهم مذاق خاص وطعم خاص عند الجمهور وعند حتى المسؤولين. بعد كده انتقلت للنادي الاهلي، بعد ما رحت كان اوريدي لعبت مع اللعيبه اللي جيت لعبت معاهم هنا ولعبت معاهم في المنتخب، فعارفهم وفي علاقه كويسه جدا ما بيني وبينهم، انما لما جيت النادي الاهلي يعني انت بتقولي ان هو زي ميه النيل، لا النادي الاهلي ليه سحر مختلف، يعني فانيله النادي الاهلي ليها سحر. اوقات خلي بالك اللعيب اللي بيعاني من عدم مشاركه او كده الضغوطات عليه بتبقى اصعب كتير جدا من الانديه الثانيه، لان انت السؤال اللي بتتسأليه وانت رايحه وانت جايه، انت ما بتلعبش ليه؟ انت ما بتلعبش ليه؟ انت ما بتلعبش ليه؟ انت ما بتلعبش ليه؟ ابتدى يعني عارفه اللي هو يعني بيمثل ضغط برضه، فاللعيب اللي بيلعب مضغوط واللعيب اللي ما بيلعبش مضغوط، فالنادي الاهلي ليه سحر خاص، انما في الاخر اللي بيلعب واللي ما بيلعبش واللي بره السكور واللي جوه السكور واللي من اصغر واحد في النادي الاهلي لاكبر راس في النادي الاهلي كله بيستفيد وكله يعني بيتبسط في وقت البطوله ووقت الفرحه. وفعلا الواحد اوقات كتير جدا 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 بالرغم ان انا سايب النادي بقالي فتره كبيره، انما الواحد بيتشرف دايما ان هو ابن من ابناء النادي الاهلي، ان هو مثل النادي الاهلي في فتره من الفترات المهمه. وانا دايما كنت بقول حاجه انا شايفها مهمه جدا بالنسبه لي، ان مهم جدا انك تبقى عشرت النادي في وقت انكساره اكتر من وقت الانجازات، او في وقت انكسار زي وقت الانجازات. ليه؟ لان فعلا الواحد بيحس بقيمه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي وحب النادي الاهلي في الوقت اللي بيبقى فيه النادي خسرنا بطوله، خسرنا مباراه، لعبنا اداء مش كويس، فالواحد كان فعلا بيحس بحب والدعم والمسانده بتاعت الجمهور بتاع النادي الاهلي.